هناك حركة منشقة هي حركة جند الله التي يتزعمها المنشق عبد الله ريقي. هذا الشخص هو ينتمي للعائلة للطائفة السنية، وبالتالي هو كان مسؤول عن عدد من العمليات أعمال العنف التي شهدتها هذه المنطقة، وبالتالي لحد الآن لم يعلن أحد أو لم تعلن أي حركة عن مسؤوليتها، لكن أصابع الاتهام تتوجه إلى هذه الحركة التي تتخذ من الأراضي الأفغانية أو الباكستانية محلا لانطلاقها.